أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرسل فيه أهم ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والأجنبية، ونبدأ مع أهم العناوين. نطالع في موقع الهيئات القوات الحكومية تعتقل 53 مواطنا في محافظة كربلاء. ونتصفح في المدى، المجلس العربي يطالب بتسليح أبناء المحافظات المنكوبة. أما في كتابات نقرأ تحت عنوان مقتل 12 داعشيا بينهم قياديون وجنود في اشتباكات مع الجيش العراقي. وفي الجزيرة الجيش الإسلام باقون في الغوطة ولن نسلم سلاحنا. ونتصفح في العربي الجديد، التحالف العربي، صواريخ الحوثيين هي إيرانية وسنرد في الوقت المناسب. ونتصفح في القدس العربية، السعودية تحمل إيران مسؤولية الهجوم الحوثي وتهدد بالرد بالوقت والمكان المناسبين. ونطالع أخيرا وليس آخرا في الحياة، مناورات لحماس وعرض للقوة، صاروخ أرض بحر ودبابات ومحاكاة لمعارك. بعد إعلان القوات المسلحة التركية سيطرتها الكاملة على منطقة عفرين، تتجه الأنظار إلى الخطوة التركية المقبلة، إما منبج غرب نهر الفرات في سوريا أو سنجار شمال غربي العراق، وفي انتظار رد واشنطن على مطالب أنقرة بالتنسيق بخصوص منبج. يبدو أن سنجار باتت لها الأولوية في قائمة الأهداف التركية بحسب ما يرى الكاتب سعيد الحاج في مقال بموقع الجزيرة نت بخصوص سنجار. وفي بخصوص سنجار أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم أن بلاده تتواصل مع حكومة بغداد لإخراج عناصر حزب العمال الكردستاني من المدينة أو تعاون مع أنقرة في ذلك حتى لا تضطر الأخيرة لفعل ذلك بنفسها. ويبدو أن تصريحات أردوغان بما تضمنته من تهديد معلن وإصرار واضح سرعت عملية انسحاب عناصر الكردستاني من سنجار نحو جبال قنديل والحدود السورية، وهو ما أيدته مصادر عراقية قالت إن الانسحاب أتى بعد اجتماع وفد عسكري مع قيادات الكردستان لتجنيب المنطقة عملية عسكرية تركية أو عراقية. عمليا لا يبدو أن خبر الانسحاب قد طمأن أنقرة كثيرا، حيث نقلت وسائل إعلام تركية عن مسؤولين حكوميين أتراك أن انسحاب الكردستاني مجرد مناورة أو خدعة، وأنه سيبقى في المنطقة تحت مسمى قوات مقاومة شنكال، الاسم الكردي لسنجار. وترى أنقرة أن نجاحها في مكافحة الحزب وتمظهراته التنظيمية المختلفة منوط بإخراجه من منبج ومناطق شرق الفرات بسوريا، وسنجار وجبال قنديل في العراق وفق أولويات تصوغها الإمكانات والمعدلات السياسية والعسكرية لكل حالة على حدة. ليس مرجحا أن تقوم تركيا بعملية عسكرية برية موسعة في سنجار على غرار عملية غصن الزيتون في عفرين، إذ ثمة اختلافات جوهرية بين المنطقتين والبلدين ميدانيا وعسكريا. تبعد سنجار حوالي 100 كيلومتر عن الحدود التركية وحوالي 80 كيلومترا من معسكر بعشيقة الذي توجد فيه قوات تركية محدودة شمال الموصل، ويعني ذلك أن أي عملية عسكرية برية ستكون بالغة التعقيد وتحتاج للتنسيق والتعاون مع حكومتي أربيل وبغداد، حيث يفترض أن تقطع تلك القوات مساحة واسعة بأراضي الطرفين خصوصا كردستان العراق. وتضيف أن تضاريس المنطقة يعني توصف بأنها تضاريس معقدة و فيها وعورة، وقربها من جبل سنجار ومحاذاتها للحدود السورية ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. ذات الرؤوس الانتخابية التقليدية الكبيرة التي لم ينسحب أحدها من ساحة الملعب تطل من جديد لتوزع أوراق اللعب في
ساحة متعبة بعد إدخال رؤوس مزاحمة جديدة من داخل البيت الشيعي تظهر ما كان مرتبا في السابق ومعدا له اليوم. وفي الدورة الانتخابية 2018 تطل ذات الرؤوس الانتخابية التقليدية المالكي والعبادي وإياد علاوي وعمار الحكيم وأسامة النجيفي ومقتدى الصدر وغيرهم، ورغم بشاعة مظاهر هذا الصراع الانتخابي بما شاهده من عمليات الترويجية للمرشحين التي تصل اليوم إلى مرحلة إهانة كرامة المواطن بشراء أصواتهم بالمال البخس، $100 مقابل شراء البطاقة الانتخابية أو بتقديم مبالغ مادية وعينية لا تليق بكرامة الإنسان في ابتزاز رخيص للعراقي الذي فقد بيته ومصدر رزقه أو غاب ابنه في حشود النازحين. هكذا كتب ماجد السمراء عن الانتخابات القادمة في العراق، وذلك في صحيفة العرب اللندنية. لهذا نسمع اليوم في وسائل الإعلام عن عمليات الفساد الانتخابي في كل من الأنبار ونينوى، وهي مقصودة لتأجيج الصراع والتنافس غير الشريف للحصول على الأصوات، ومن ثم دخولها في بوصلة اللعبة الانتخابية الكبيرة لتعزيز مكانة الرؤوس الكبيرة، بعد أن دخلت بعض تلك الرؤوس الجديدة في ساحات تلك المناطق السنية. فبدلاً من اتخاذ إجراءات سريعة لعودة أكثر من 2 مليون نازح لديارهم رغم هدمها على رؤوس أصحابها، تظهر الفضائح التي يعلنها المواطنون عبر الشاشات التلفزيونية بسرقة حتى تلك الإعانات التي تقدمها منظمات الأمم المتحدة، وعن فضائح سرقة داخل وزارة الهجرة والمهجرين العراقية. أما بغداد العاصمة فلها قصة أخرى، حيث تنتشر على ساحاتها وواجهات إعلاناتها الوجوه الكالحة الفاسدة، حيث يهرب أكثر أصحابها من مدنهم الحقيقية ويختبئون خلف هذه المدينة الكبيرة العظيمة التي تعيش أرذل عمرها، حينما توصف بأنها أسوأ مكان للسكن في العالم، وهو وصف لا يهز ضمير المتنافسين على مقاعدها، لأنهم لم يفكروا يوما بهموم أبنائها وشبابها وأراملها. جميع الأحزاب وقادتها ضالعون في لعبة تدوير السلطة، ولا توجد نية حقيقية للتغيير، وهم يشعرون بأن الملعب لم يخرج عن إدارتهم وحكمهم. ولو وجدت تلك النية الجادة فإن طريق التغيير سهل جدا عبر الانتخابات، على سبيل المثال عن طريق اتفاق بين العبادي صاحب مشروع التغيير ومحاربة الفساد، وبين ممثلية الأمم المتحدة في العراق يونمي بإجراء ثورة في العملية الانتخابية بحجب كل من عليه شبهات فساد أو متورط فيه عن الدخول في العملية الانتخابية، وأن يتضمن القانون الانتخابي الذي تم تعديله أخيرا هذا النص الحاجب للسارقين والفاسدين من الدخول في المنافسة الانتخابية. لكن الأمور متفق عليها لكي يمنح هؤلاء الذين آذوا الشعب وأهانوه من اكتساب البطاقة الخضراء. بعد أشهر من طرد مسلحي داعش لم تسجل التفاتة من قبل الحكومة لجهود إعمار مدينة الموصل، وهي من أكثر المناطق دمارا بحسب تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية. ويقول محمد شعبان وهو ضابط في قوة الدفاع المدني يعمل شرق الموصل لصحيفة الجارديان: حتى لو عملنا يوميا على مدى 6 أشهر القادمة لن نتمكن من إنهاء مهمتنا، ليس لدينا إسناد كاف أو حتى معدات. أفكار إعادة إعمار الموصل بعيدة عن أذهان الرجال المكلفين بانتشال الجثث المدفونة تحت الأنقاض. العدد الحقيقي للخسائر بالأرواح خلال المعركة التي شنت ضد داعش في الموصل غير معروف، ولكن تقرير لوكالة أسوشيتد بريس أشار إلى سقوط ما يقرب من 10,000 مدني، في حين ذكرت الأمم المتحدة سقوط 2,521 مدنيا كأدنى رقم لعدد الضحايا. لقد تحولت المدينة القديمة في الموصل التي كانت مرة تعد المركز الاقتصادي إلى مدفن للموتى. متطوعون في كل أنحاء المدينة بدأوا بأعمال تنظيف شوارع ومكتبات عامة وجامعات، وذلك لإنعاش المدينة التي عانت من الإهمال والقمع تحت حكم تنظيم الدولة. التقدم في جهود إعادة الإعمار بطيء، وهذا الحال لم يختلف عن بقية المناطق في العراق،
إذ أن أجزاء من الرماد والفلوجة وجميع مناطق سنجار ما تزال مهدمة بعد سنوات من طرد تنظيم الدولة منها. وتتحدث الصحيفة البريطانية عن موضوع مهم جدا، الخطر يكمن الآن في أن نشوة الفرح باسترجاع الموصل من داعش قد تفسد إذا لم يتبعها عودة سريعة للأمن والبيوت والوظائف والمدارس وترقيق شامل بملفات فساد وضعف مؤسسات محلية، وكذلك تسوية وتعويض نفسي لما تم فقدانه. حقيقة التأخير الحاصل بإعادة الإعمار يعزى بشكل رئيس وكبير إلى السؤال الذي يقول: من الذي سيسدد فاتورة تكاليف الإعمار؟ ما نمر به على مستوى العمل السياسي ومخاطبة الجمهور والدخول إلى فئات المجتمع والتعامل معها في ظل محاولات الكتل السياسية الوصول إلى الناخب العراقي بعد مرور عقد ونصف من الزمن، وفي ظل تجربة سياسية للأسف لم تكن مقنعة لأغلب أبناء الشعب العراقي بل برمته. وهناك الكثير من السياسيين بات اليوم مصدر لصناعة الوهم في نفوس الناس، وبالخصوص مع قرب الانتخابات العامة في البلاد هذا العام، لأن استغفال الناس والضحك عليهم مستمر. فالنقص لدى أي إنسان أمر مقلق، والرقص على هذا النقص بالتأكيد موجع حد الثمانة لكون بقاء الفرد المستضعف يدور في مكانه دون أن يتقدم خطوة واحدة إلى الأمام أو يحصل على أبسط حقوقه التي أقرتها القوانين والنصوص الدستورية والإنسانية حتى. والرابح الوحيد في كل هذه التوليفة هو السياسي، حسب الكاتب جواد كاظم في مقال بموقع كتابات. ليس هناك أقصى من استغلال طموحات الناس بنظرة تأمل نحو السعادة والتغيير، فيبادر البعض ببيعهم وهما على أنه طريق الخلاص المنشود بكل تجلياته، حيث تتعدد ألوانه وتتغير مواضعه وتتبدل أسماؤه، لكنه يبقى وهما يحيط بالإنسان من جميع جوانبه. ومع قرب الانتخابات البرلمانية العامة في العراق، عادت اليوم تلك الأوهام لتعيد بناءها من جديد لأدلجة عقول الناس والضحك عليهم مرة أخرى بمشاريع مزيفة غير قابلة للتطبيق وغير فاعلة حتى لتقديم أبسط الخدمات، كونها مبنية على أسس واهية وعدم دراية وقلة خبرة وعدم انتماء وطني صحيح. في أطروحته موت الواقع يقول الفيلسوف الفرنسي جان بودرياد أن الوهم الذي نعيشه الناتج من التضليل والتزييف الإعلامي يستمد قوته من تخريب النظرة الأساسية للواقع، حين يتم التحكم والتلاعب بعقل المتلقي وإقناعه بالواقع المزيف والمصطنع بقوة الضخ الإعلامي وبرؤية المتحكم في الآلة المعلوماتية. وبالفعل نحن في العراق اختلط لدينا الحابل بالنابل، حتى ضاع عندنا جهد المخلصين وسط تنامي الفاسدين الذين مزقوا قوة العراق ووحدته لخضوعهم إلى أجندات خارجية تريد العبث بوحدة العراق وتمزيق العراق، فقبلوا على أنفسهم أن يكونوا بيادق صغيرة وأقزام سياسة وأضاعوا سمعته بين دول العالم بحسب الكاتب. يواصل الرئيس الأمريكي مسلسل الإقالات من فريقه والاستعدادات للقائه المرتقب مع الزعيم الكوري الشمالي باستخدام متشدد آخر هو جون بولتون ليكون مستشار الأمن القومي بعد مايك بومبيو في الخارجية، من دون نسيان السفيرة نيكي هايلي في الأمم المتحدة. ولعل اختيار بولتون يوضح بشكل كبير وبشكل أفضل طريقة تفكير دونالد ترامب ومفهومه للإدارة، لأن مستشاره الجليل كان ولا يزال يعني كما يصف الكاتب متوقعا إلى أقصى يمين الجمهوريين أو يميل إلى أقصى يمين الجمهوريين ومؤيدا دائما للحلول المتطرفة والمبادرات المرتكزة على استخدام القوة الأمريكية، بحسب الكاتب عبد الوهاب بدر خان في مقال له بصحيفة العرب القطرية. قد يكتشف ترامب أنه جاء بمن هو أكثر تهوراً وعناداً منه، أو أن يعتمد على بولتون لتمرير التجربة غير المضمونة للتفاوض مع كيم جونغ أون. وبطبيعة الحال فلا شيء يمنع الرئيس من استبدال مستشار بآخر
طالما أنه مرشح لأن يمضي ولايته وهو يجرب ذاك أن توافقه مع بولتون قد لا ينسحب مثلا على العلاقة مع فلاديمير بوتين، إذ تزداد الأوساط كافة دبلوماسية وسياسية واستخباراتية اقتناعا بأن ترامب يخفي الكثير عن ارتباطه بموسكو وبأن بوتين لديه ما يخيف به ترامب. وفقا لاستنتاج المدير السابق للCIA جون برينان، هل اكتملت الصورة في واشنطن؟ وهل تكفي لإرواء التعطش إلى استعادة المكانة والقوة والفاعلية؟ وكيف ستتفاعل المتغيرات تجاه الخارج مع التحقيقات المستمرة في التدخلات الخارجية وتأثيرها في قرارات إدارة ترامب؟ الكاتب يضيف: صحيح أن الأنظار مركزة على التطورات المقبلة في الملف الكوري، غير أن احتمالات انفجارية تبقى ضعيفة، لذلك ينبغي مراقبة احتمالات المواجهة مع التمدد الإيراني خصوصا في سوريا والعراق حتى في فلسطين وربما في لبنان، فهي قد تعكس أكثر حقيقة التوجهات الأمريكية. ما حصل في سوريا وعلى الصعيد المجتمعي هو تكريس الشعور لدى كل جماعة من الأطراف المتناحرة بأن لديها الملكية الحصرية للقانون الأخلاقي والضبيع التي تؤهلها لأن تحكم بأنها الصح المطلق والخير المطلق والوطنية الكاملة، وبالتالي حيازتها مبرر وتستطيع استخدام العنف بكل أشكاله ودرجاته تجاه الآخر الذي يخالف ناموسها ومنظومتها القيمية، وفي المحصلة كان الجميع يضحون بالأبرياء. صراع على السلطة والحيازة والنفوذ حولوه في الوعي الجمعي والوعي المجتمعي والوعي الإنساني إلى صراع قيم وشريعة حياة، بحسب الكاتبة سوسن جميل حسن في مقال بصحيفة العربي الجديد حيث تصف ما يجري في الغوطة. قدم هذا الشعب الضحية الكثير مرغما، إذ من قال إن هذا هو شكل ثورته المنشودة، من يتابع الانتقام الهمجي من الغوطة والصور والمشاهد الحية من قلب الحدث يعرف أي قدر واجه هؤلاء السوريون اليتامى المكشوفون على كل شرور العالم. مشاهد تفوق الواقع وتربك الخيال، مشاهد تدفع العقل إلى الجنون والضمير إلى النزيف. رأينا صورا ومشاهد كثيرة، ربما مشاهد الدمار والأجساد المقطعة واللحم المحترق أو المشرشر والأطفال المعفرة وجوههم فاقدة الحياة للتو بالدم والتراب، لم تعد صورا ذكية لها القدرة نفسها التي كانت للصور الأولى، فقد مضغتها وعلكتها سنوات الحرب من كثرة الموت السوري وتعدد أشكاله. لكن هناك صورا ومشاهد تعرض مواقف معينة تحمل بعدا رمزيا كبيرا، تبارى الأطراف الضالعون في إحداث المأساة في إشهارها. كان هناك رعب ضد رعب وتبادل للموت يشهد عليه القصف المتبادل بين النظام والفصائل المسلحة على المدنيين بين الغوطة وباقي أحياء دمشق كبابتومة أو سوق حي كشكول أخيرا. وتضيف الكاتبة: وقع السوريين بين قدرين، كل منهما غاشم ولا يرحم، نظام قمعي عنيف وفصائل مواجهة له تسلحت وارتهنت مثل ما ارتهن النظام إلى جهة خارجية، فقضوا على حلم الشعب في الحرية والعدالة والمساواة وصون الكرامة قبل كل شيء، ولم يقدموا صورة بديلة ومشرقة للمستقبل، فضاع المعنى بل قصف أي معنى ولم يبقى له وجود، ولم يبقى شعار على الشعب أن يلهث خلفه غير إسقاط النظام، متعاملين أو بالأحرى متعامين عن حقيقة جلية ساطعة أنهم ساهموا في مباركة النظام وتأييده من غالبية العالم.
بعيدا كل البعد عن السياسة، أسس طبيب تركي في ولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد متحفا للبقلاوة، بعد أن استلهم فكرته من متحف للشوكولاتة أثناء زيارته ألمانيا قبل عدة أعوام. تمكن طبيب العيون التركي أوغوس صايغلي قبل شهرين من الحصول على رخصة متحف لقسم فتحه ضمن خان ملة التاريخي بغازي عنتاب لصناعة البقلاوة. وعلى أنغام الموسيقى المحلية يتجول الزوار بين أجنحة المتحف للتعرف على مراحل صناعة البقلاوة، ومن خلف زجاج شفاف يمكن متابعة مراحل صنع البقلاوة من قبل طهات يحضر كل واحد، أو بالأحرى يحضر كل واحد منهم قسما من مراحل صناعة البقلاوة الشهيرة. وفي حديث للأناضول قال صاحب المتحف صايغلي إنه تأثر كثيرا من متحف للشوكولاتة صادفه لدى زيارته لألمانيا قبل عدة أعوام، وبين أنه قرر إثرها فتح متحف للبقلاوة بمدينة غازي عنتاب صاحبة المطبخ العريق في المأكولات وصناعة الحلويات. وأوضح أنه قرر فتح المتحف في مكان تاريخي بعد دراسة معمقة، لافتا إلى أن التحذيرات أخذت من وقته 3 أعوام. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.